بعد أسبوعين من إغلاق منفذ غراب في تعز، عادت الحياة لتتسرب منه شيئا فشيئا، إلا أن التوجس والحذر يبدوان واضحين على رجال المقاومة وكل المارين من هنا. فالعبور هنا لا يخلو من المخاطرة، خاصة أنه وبعد ساعات فقط من فتح المنفذ يوم أمس أصيب مدنيان اثنان نتيجة تعرضهما للقنص من قبل عناصر الميليشيا المتمركزين على طول الطريق. المنفذ الواقع غرب مدينة تعز اتخذ كبديل عن الطريق الرسمي المغلق منذ تحرير اللواء 35 مدرع، وبالرغم من مغامرة السير فيه وانتشار القناصة على امتداده، إلا أن الأهالي لجأوا إليه واعتبروه المنفذ الوحيد المتبقي للمدينة المحاصرة لأكثر من عام. في الجانب الآخر من المنفذ تتمركز الميليشيا التي لا يفهم من سلوكها إن كان فتحه دائما أم مؤقتا، فبحسب الأنباء القادمة من هناك يتبع عناصر الميليشيا أهواءهم في تقرير من يعبر ومتى وكيف.